أعزائي المشاهدين، نروح حق حديث الكويت والناس. تقرير الأول نقول حق أخونا الفنان الكبير شادي الخليج، الحمد لله على سلامتك وعسى الله يطول بعمرك. هذا الفنان الرائع الجميل اللي يقدم الفن والتراث الكويتي، وبصماته واضحة، بصماته واضحة، وعسى الله يطول بعمره ويشفيه إن شاء الله. رجع الكويت، كان هناك في بيته بروض استقبال بسيط من فرقة موسيقية، شيء حلو، وكان معاه رفيق دربه مبارك الحديبي. نشوف هذا الاستقبال بعد عودة الفنان الكبير شاد الخليج. صلى الله عليه وسلم يعافي ويشفي بإذن الله.